السلام عليكم حبايب ايمي بيكرز، كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنوريكم الطريقه ديال الوالده ديالي في تحضير قريشلات او القرص ديال العيد. المكونات اللي غنحتاجو لهذه الوصفه هما نص كيلو ديال الدقيق ديال الحلويات، معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال الزنجلان، 4 المعالق ديال السكر وفانيلا، ملعقة صغيرة ديال الملح، بيضة، وملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز مخلطة في كأس ديال الحليب دافئ، ملعقة كبيرة ونص ديال الزبدة دايبة أو لا مدايباش اللي بغيتو، وجوج معالق ديال النيدو، وميتين وخمسين مليلتر ديال الحليب أو نص سترو أو لا على حسب الخليط ديالكم، حتى تشوفوا العجينة جمعت ليكم وتكون رطبة وما كتلصقش. من بعد ما غادي تعجن لينا العجينه مزيان، تقدروا تعجنوها بيديكم اولا في العجانه، من الاحسن ديروها في العجانه. من بعد هذه العمليه غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح لمده ساعه حتى جوج سوايع، يعني شحال ما خليتوها ترتاح اكثر كتجي مفشفشه وقطنيه اكثر. من بعد ما خمرت لينا العجينه خذتها الوالده ديالي ودلكتها شويه وبدات كتصايب كويرات بحال هذا الشكل، خصهم يكونوا متساويين على الاقل باش يجيو في شكل واحد، وديرهم شي شويه كويرات صغار لانها فاش غادي تطيب غادي تنفخ وغادي تولي شويه كبيره، غادي نقدروا نقولوا غادي تضاعف الحجم ديالها.
من بعد ما تكونوا كويرات غادي تجيبوا عفوا اللاطه ديالكم ديال الفران وتفرشوا فيها ورق الزبده اولا دهنوها بزيت وغتحطوا الكويرات ديالكم. وهنا في الاثناء كنكونوا سخنا الفران، انا سخنت الفران على 280 درجه يا 320 درجه ومن فوق ومن تحت بيان سور، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه مازال عاد غنديرهم في الفران وطيبوا دغيا كيطيبوا ما كاملاش وقت لا جوبونس ربع ساعه ولا في الفران كيكونوا صافي تحمروا وطابوا. هنا غادي ندهنوهم بالقهوه مخلطة مع صفار البيض اولا المهم صفار البيض بوحديتو كنظن ماشي معاش البيض ما كيكونش مع البيض، كندهنوهم بحال هكذا كنزيدو مثلا ندهنوهم باش يعطيك اللون مزيان الذهب باش يكونوا واجدين. وغادي نرش عليهم سمسم اولا زنجلان. من بعد ما كيسخن الفران مزيان وكنبغيو نحطوا اللاطه ديالنا كنقصوا درجه الحراره كنخفضوها لدرجه 200 درجه. هذه هي النتيجه النهائيه، كيف ما كتشوفوا خرجوا واعرين بزاف واللون ديالهم مذهب. هادو هما الكميه اللي عطاوني 10 ديال القريشلات، هنايا كانوا كيطيبوا جوج اخرين. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم وما تبخلوش علينا باللايك و شير القناة و عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله بالصحة و الهنا و باش ما تمنيتو. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.